ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا زيد بنيامين. زيد، عندما يكرر ترامب حديثه عن فوزه بالانتخابات، كيف يتلقى ويتقبل المجتمع الأمريكي وبالذات المناصر لبايدن مثل هذه التدوينة اليوم؟ نعم، يعني من المعروف أن الضغوط على الرئيس ترامب تتزايد يوما بعد يوم من أجل أن تدفعه نحو التنازل. كل يوم يمر على الرئيس ترامب يعني تتقلص حظوظه في الوصول إلى ولاية ثانية، بالإضافة إلى أن العديد من الجمهوريين الذين كانوا يؤيدونه في السابق يعني يزداد عدد الذين ينضمون إلى جمهور الديمقراطيين. فبالتالي يعني الرئيس ترامب يعي هذه الحقيقة، وأيضا يعني حتى الآن لم نرى أي نجاح له في يعني على الصعيد القضائي حتى هذه اللحظة، خصوصا أنه يعني نحن نقترب من نهاية الأسبوع الثاني من الفترة الانتقالية الرئاسية. فكل هذا لا يخدم الرئيس ترامب، ومن المتوقع أنه سيواصل العناد حتى اللحظة الأخيرة. يعني تغريدات الأمس كانت واضحة حينما قال بأن الطريق طويل أمام حسم نتيجة الانتخابات، فبالتالي من الواضح أن الرئيس ترامب لن يعترف بهذه النتيجة، وقد يغادر قائلا بأنه يعني سيغادر، ولكن هذا لا يعني هل من اعترافا ردود فعل بنتيجة على مثل الانتخابات هذا الحالية. الإنكار؟ هل من ردود فعل على إنكار دونالد ترامب؟ حتى الآن القيادات يعني عادة في مثل هذه التصريحات ينتظر الأمريكيون بصورة رئيسية تصريحات القيادة الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ. حتى الآن هذه القيادة ما زالت ملتزمة بنوع من التحفظ بشأن فوز بايدن، كما أنها تتحفظ على كل ما يقوله الرئيس بشأن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة. هي تقول يعني ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ يقول أنه دعونا ننتظر نتائج التحكيم والدعاوى القضائية، دعونا نحسب كل الأصوات القانونية، ولكنه لا يقول أن الرئيس محق بأن النظام الانتخابي الأمريكي بهذه الهشاشة وأنه لا يمكن الوثوق به، خصوصا أنه هذا هو النظام نفسه الذي قدم أو يقدم في هذه اللحظات الأغلبية في مجلس الشيوخ للجمهوريين، نعم، فبالتالي لا يستطيعون التشكيك فيه، ولكنهم في النهاية يصرون على أن للرئيس الحق في الذهاب إلى المحاكم. وأعتقد مع نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل سنرى هذه القيادات ربما تدعو الرئيس ترامب للتنازل. شكرا لك زيد بنيامين مراسلنا من واشنطن. هذا ويشهد محيط البيت الأبيض عمال بناء سور مرتفع وسط استمرار دونالد ترامب في رفض نتائج الانتخابات. تصرفات وتصريحات من ترامب جعلت كثيرين يتساءلون عن التداعيات المحتملة لمواقف سيد البيت الأبيض إلى غاية 20 من يناير كانون الثاني المقبل. ليست هنا، هذا محيط البيت الأبيض. آليات أصواتها تخرق صمت العاصمة، وعمال يتحدون المطر والبرد لتحقيق آخر أمنيات الرئيس. هو لا ينتظر أن يعزل، بل يعزل نفسه ويتحول من سيد للبيت الأبيض إلى سجينه. وقد لا تنفع مناجاة الرجل الخمسيني ولا أدعيته في تحويل خسارة أصوات صناديق الاقتراع إلى فوز. ولا يبدو أن كل محاولات الرئيس في بقائه سيداً للقصر ذات جدوى، محاولات باتت تأكل ما تبقى له من تعاطف. أظن أن ما يجري عار على أي رئيس، إن كان رئيسا حاليا أو أي رئيس مقبل، كائنا من كان الرئيس، نحن بحاجة للاحترام بغض النظر عن شخص الرئيس. ومع ذلك لا يصمد في موقفه كثيرا يقال هنا، أسابيع قليلة ويدرك الرجل أو يجبر على الإدراك بأن بات للقصر سيدا جديدا وبأن أوان الرحيل قد آن. حنوصل نحن لتاريخ معين واللي هو ديسمبر 8 أو 8 ديسمبر، وبهذا التاريخ لازم كل الولايات تكون قدمت الأصوات والنتائج الرسمية للكونغرس. بعد هيدا ما بيقدر يبقى يصير في شيء بعد هيدا التاريخ، لأنه بتصير الأصوات رسمية. فالدستور الأمريكي يوضح بصرامة الخطوات التي تلي انتخاب الرئيس، دستور لم يخطر ببال من سن أحكامه،
ليصبح للولايات المتحدة يوما رئيسا يدعى دونالد ترامب. تبدو المرحلة معقدة، تزيدها غموضا تصرفات ترامب وعدم اكتراثه لتصويت غالبية شعبية، بانتظار كلمة الفصل للمسارين القانوني والدستوري. جايس الحشخوري، العربي، واشنطن. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وأخبره عن استعداده للعمل معه في قضايا المناخ والصحة ومكافحة الإرهاب. ورفض ماكرون في مقابلة مع صحيفة فرنسية رفض تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية عن حاجة أوروبا إلى استمرار الحماية العسكرية الأمريكية في المستقبل القريب، مؤكدا أن أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها وعن سيادة بلدانها. تحول الآن إلى صبا لرصد تفاعلات أبرز ملفات الإخبارية لهذا النهار على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعتقد أن لترامب علاقة بها. دائما. بالتأكيد. متابعة. شكرا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الإقرار بالهزيمة من جديد، ويصرح علانية بفوزه بالانتخابات عبر تغريدة على تويتر قال فيها: لقد فزت بالانتخابات، I won. مرة أخرى يضع تويتر تنويها على تغريدة ترامب، يقول: المصادر الرسمية تحدثت عن الانتخابات بشكل مختلف. تغريدة ترامب هذه تأتي في وقت ألغت حملته الجزء الأكبر من دعاوى الطعن في نتائج الانتخابات وخاصة في ولاية بنسلفانيا. التطورات أتت وسط مخاوف من انقسام أصبح ملموسا في الشارع الأمريكي بين مؤيدي كل من ترامب ومؤيدي جو بايدن في مختلف الولايات الأمريكية. إصرار ترامب على أنه فاز وأيضا تشكيكه بنزاهة الانتخابات دعمتها تصريحات لمحامي ترامب خاصة رودي جولياني، الذي قال إن حملة الرئيس الأمريكي تملك أدلة ستقلب النتيجة في ولاية ميشيغان وأيضا ولايات أخرى متأرجحة. من ردود الفعل عن هذا الموضوع، الكاتب بنسون رأى تغريدة ترامب رد فعل على خسارته في الانتخابات. قال: ترامب بعد خسارته الانتخابات يحاول الخروج من حالة الغضب من خلال تويتر. إنه أمر مثير للشفقة لكنه متوقع. الممثلة والكاتبة تيمبرلي شانيل سخرت من التغريدة بالقول: تغريدته مضحكة جدا. أما الأكاديمي ليباو رأى أن من حق الشعب الأمريكي طرح استفهامات حول نزاهة الانتخابات، وقال: ليس الأمر متعلقا بترامب، إنه يتعلق بحق الجمهور الأمريكي في التأكد من نتيجة الانتخابات، كما كان حقا للديمقراطيين التحقق من ذلك في نتيجة انتخابات عام 2016. أيضا البعض كالصحفي برينن عبر عن خجله من أفعال ترامب تجاه بلاده، وقال: هذا التصرف مهين لك ولبلدك بأسره. الصحفي كيبن رد على تغريدة ترامب بالقول: كلا، لم تفعل، لم تفز، يقصد ليس حسب غالبية الناخبين في الولايات المتحدة يا ترامب.